السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو السابق تكلمنا عن الـ VRRB والـ Configuration تبعه بشكل عام، يعني بشكل يعني خلينا نحكي بشكل كامل مش بشكل عام، من حيث الـ Load Balancing، من حيث Interfaces، VLAN Tagging وهي الأمور. الآن اللي رح نعمله الآن إنه ممكن شخص يشغل software بما انه VRRB Industry Standard، يعني برنامج موجود فعليا عن طريق الـ RFC Request for Comment، وبتقدر تعمل Implementation على مثلا على جهاز عندك مثلا زي لينكس، جنو لينكس، جنو لينكس سيرفر او هوست، تقدر تنزل VRRB، ما في عندك اي مشكلة، وبتم عملية اللود بالانسينج. الآن في مشكلة، يعني لو واحد من ال يعني كان خلينا نحكي بدناش نقول هاكر، طريق الصدفة يعني قدر يوصل جهاز ويعمل VRRB، بصير عندنا مشكلة بحيث انه بدمر لان سويتشنج تبعتنا. فاللي رح نعمله هو التالي، رح نعمل اوثنتيكيشن لل VRRB تبعنا. فاللي رح نعمله انه رح ندخل هون، اول شيء راح نعمل edit للانترفيس، بعدين راح ندخل على الانترفيس نفسه. فهاي احنا حاليا هون نحكي له set VRRB group 1، بما انه هاي اليونت 10 او التاج 10. the authentication type، طبعا في عندك هون التايب، في عندك simple password وفي عندك الـ MD5. طبعا انت لازم تختار الـ MD5 لانه انا بحكي لك اعمل كل شيء خسميه the hard way، احسن ما تندم عليه بانك توفر خطوة واحدة وتتدمر الشبكة تبعتك او يصير في عندك مشكلة تندم عليها في المستقبل. فجونيبر سوري، فهاي كل شيء انت بلزمك علشان تعمل هاي الشغلة، يعني بضل عندك تعمل توب. لو حكيت له الان edit طبعا edit interface EM 1 unit 20 family inet address، هاي شايفين ليش انا بعمل قبل شوي كنت اعمل اب ارو، في 11 24، لانه سطر كامل. ادت انترفيس اي ام 1 يونت 20 فاميلي اي نت ادرس 172.20.20.11/24، يعني طويلة. فانا اللي راح اعمله set VRRB group 2 authentication type MD5، وهون بدك ترجع وتحكي له الكي. طبعا الكي انت يعني ما تستخدمش الكي، ماشي، هاي don't use this، تمام. انا بحكي لك جونيبر بس لانه لاب مختبر واحنا بنشتغل جونيبر راوتر، لكن هو راح يكون عندك يعني سلسلة او سكريبت معين يعني يولدل لك او يعمل كرييشن لباسورد معين عندك، يفضل يكون يعني صعب شوي. هاي كل اللي انت بدك اياه هون. بدك تيجي هون الان، تعمل نفس الشيء. ليش؟ لانك انت بتعمل authentication بكلا يعني بكلا الاتجاهين. ايش هذا edit، طيب edit to family، مش راح طبعا يتغير شيء لانه اصلا بكلا الحالتين احنا شو بنعمل VRRB group سواء 1 او 2 authentication نفس الشيء. فاحنا عملنا key اول شيء type md5، بعدين بدك تحكي له الكي جونيبر
بيبقى عندك طبعا هون بتحط هاي 20 وتحط هاي 20. الآن هاي صار الموضوع يعني أسهل شوي. طبعا تنساش تعمل كوميت كمان هون. لأنه ما عملنا كوميت للكونفجريشن تبعنا. لو ألقيت نظرة شو بتشوف كل الكونفجريشن الخاصة بالفي ار ار بي. لو عملنا توب وحكينا له شو الآن بتشوف انه في عندك صار فينا authentication key. طبعا كل authentication خاص ب VLAN بيبقى لحال، يعني انت شايف هون فوق الفيلان لحال وهاي فيلان لحال. وهيك يعني هاي كل شيء load balancing VRRB virtual router يعني high availability load balancing authentication و اتوقع كل شيء بيلزمك بالنسبة ل VRRB بجونيبر راوترز. الآن بالنسبة صحيح لعملية ترابل شوتينج، ف بتقدر يعني بتقدر تعمل شيء مثل هيك. لو حكيت له set protocols VRRB trace options، في عندك مجموعة trace options. طبعا بدك تعمل فايل علشان تعمل trace option عليه، فبتقدر تحكيله VRRB يعني علشان تخزن فيه الكونفيج التريس اوبشنز تبعتك. وبدك تاخذ الفلاجز، في عندك مجموعه الفلاجز بتقدر تحكي له اول، لكن انا بحكي لك يعني اهم شيء فلاجز جنرال. وفي عندك كمان تقدر تحكي له اول بس جنرال. طيب انترفيس باكيتس، يلا باكيتس، هاي خلينا نحط باكيتس نكيلو كومات. خلينا نعمل اكزيت و نحط هاي مونيتور ستارت سوري مونيتور ستارت في ار ار بي هي مونيتور ستارت في ار ما فيش اصلا غيرها ستارت في ار ار بي. بعدين خلينا نعمل شوف هون في كلير كلير بروتوكولز لا كلير في ار ار بي all. طبعا ما بينش لنا شيء. طيب خلينا ندخل global configuration mode ونحكي له بلاش packets، خلينا نحكي له state، خلينا نحكي له all. نعمل exit من هون وورجيكو. طبعا انتو شايفين صار مباشرة يعمل يعني في مشكلة، لكن يعني هاي كل الكونفيجريشن انت بتحتاجها بشكل عام. تنساش شو في ار ار بي، شو في ار ار بي سمري، شو في ار ار بي. في عندك مجموعة من ال كمان انترفيسز سوري انترفيس طبعا انترفيس جروب وانترفيس نيم تو او لا احنا على 1 not running. طيب 2.10 شايف
شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.